السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع. عنوان درسنا لهذا اليوم النظام البيئي الجزء الثالث. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولا يعرف مفهوم الاختلال البيئي، ثانيا يستنتج أسباب الاختلال البيئي، ثالثاً يذكر طرق المحافظة على التوازن البيئي. تعلمنا سابقاً في درس النظام البيئي الجزء الثاني أولاً مفهوم التوازن البيئي، وهو بقاء مكونات البيئة الطبيعية على حالتها كما خلقها الله بتوازن دون الإخلال به. ثانياً أهمية التوازن البيئي والمتمثلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في البيئة، وكذلك حماية الكائنات الحية من الانقراض، إضافة إلى تجنب حدوث المشكلات البيئية. طالبي المجتهد، هيا بنا نستمع إلى القصة القصيرة بين حمد وجده لنتعرف على مفهوم الاختلال البيئي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا حمد؟ ماذا تفعل؟ بخير الحمد لله يا جدي، إنني أقوم بحل الواجبات المدرسية لمادة الدراسات الاجتماعية، هل بإمكانك مساعدتي يا جدي؟ بالطبع بإمكاني مساعدتك يا حفيدي العزيز. شكراً لك يا جدي، إذن سنبدأ في الإجابة على سؤال فقرة فكر وأجب صفحة 79. يا جدي، ماذا يحدث لو اختفى من الكون كل على حدة، الطيور، الحيوانات، الإنسان، وما تأثير ذلك على التوازن البيئي؟ سيؤدي ذلك إلى حدوث خلل في التوازن البيئي لاختفاء العناصر الحية المكونة للبيئة. وماذا نعني بالاختلال في التوازن البيئي يا جدي؟ نعني بالاختلال البيئي يا حفيدي العزيز هو كل حدث يؤدي إلى تغير في العلاقات القائمة بين مكونات النظام البيئي. إذن الاختلال البيئي هو كل حدث يؤدي إلى تغير في العلاقات القائمة بين مكونات النظام البيئي، لذا يجب علينا المحافظة على البيئة وعدم إفسادها حتى لا يحدث خلل في النظام البيئي. شكراً لك يا جدي على مساعدتك لي وعلى المعلومات القيمة التي تزودني بها دائماً. طالب المجتهد، وبعد أن استمعنا للقصة القصيرة بين حمد وجده، افتح كتابك المدرسي صفحة 79 وأجب عن سؤال فكر وأجب. ماذا يحدث إذا اختفى من الكون كل على حدة؟ الطيور، الحيوانات، الإنسان، وما تأثير ذلك على التوازن البيئي؟ بارك الله فيك، إجابة رائعة. سيؤدي ذلك إلى حدوث خلل في التوازن البيئي لاختفاء العناصر الحية المكونة للبيئة. إذن طالبي العزيز، نتوصل إلى أن الاختلال البيئي هو كل حدث يؤدي إلى تغير في العلاقات القائمة بين مكونات النظام البيئي. عزيزي الطالب، لنختبر معلوماتنا بالإجابة عن السؤال الثاني صفحة 83. اكتب المقصود بالمفاهيم الآتية: الاختلال البيئي. بارك الله فيك، إجابة رائعة.
الاختلال البيئي هو كل حدث يؤدي إلى تغير في العلاقات القائمة بين مكونات النظام البيئي. عزيزي الطالب، شاهد الصور الآتية لتتوصل إلى أسباب الاختلال في التوازن البيئي. ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ بارك الله فيك، نوع من أنواع التلوث وهو تلوث المياه. وفي الصورة الثانية نرى نوع آخر من أنواع التلوث وهو تلوث، أحسنت، الهواء، الناتج عن وجود أدخنة متصاعدة من المصانع، وهذا ما يسمى بتلوث الهواء. والصورة الثالثة تشير إلى وجود فضلات وقمامة على اليابس أو التربة. إذن الصور الثلاث تدل على حدوث إحدى المشكلات البيئية، وهي مشكلة التلوث بأنواعها الماء والهواء والتربة، التي تؤدي إلى حدوث اختلال في التوازن البيئي. إذن من أسباب الاختلال في التوازن البيئي، أولاً التلوث بأنواعه الماء والهواء والتربة. ولنشاهد الصور الآتية بتركيز، نتوصل إلى أسباب أخرى للاختلال في التوازن البيئي. ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ بارك الله فيك، طيور تم اصطيادها من قبل الإنسان. وفي الصورة الثانية نرى بعض الحيوانات التي تم اصطيادها أيضا من قبل الإنسان. فالإنسان يقوم باصطياد أعداد كبيرة من الطيور والحيوانات بشكل مفرط، مما يؤدي إلى حدوث اختلال في التوازن البيئي. إذن من أسباب الاختلال في التوازن البيئي الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية. ولا بد أن تضف لمعلوماتك طالب المميز أن الصيد الجائر يعني الإفراط في صيد الطيور والحيوانات البرية والبحرية، مما يعرضها للانقراض واختلال التوازن البيئي. ولنتمعن في الصور التالية ونتوصل إلى سبب آخر من أسباب الاختلال في التوازن البيئي. ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ بارك الله فيك، أحد الكوارث الطبيعية وهي الفيضانات. وفي الصورة الثانية نشاهد كارثة أخرى وهي الزلازل. وهناك كوارث طبيعية أخرى كالبراكين، وجميعها تؤثر في حدوث اختلال في التوازن البيئي. إذن من أسباب الاختلال في التوازن البيئي الكوارث الطبيعية. إذن نستنتج عزيزي الطالب أن أسباب الاختلال في التوازن البيئي تتمثل في: أولاً التلوث بأنواعه الماء والهواء والتربة. ثانياً الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية. ثالثاً الكوارث الطبيعية. عزيزي الطالب، دون ما تعلمته في الكتاب المدرسي صفحة 80 في فقرة لاحظ واستنتج. هل يمكن أن تستنتج أسباب حدوث الاختلال البيئي من خلال الصور التالية؟ بارك الله فيك، الصورة الأولى تشير إلى تلوث الهواء، والصورة الثانية تشير إلى تلوث المياه، أما الصورة الثالثة فتشير إلى الصيد الجائر. عزيزي الطالب، لنختبر معلوماتنا بالإجابة عن السؤال الأول رقم 3 صفحة 83. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: من أسباب اختلال التوازن البيئي ألف الصيد الجائر للطيور، باء زيادة المساحات الخضراء،
جيم معالجة مياه الصرف الصحي، دال تنقية الغازات المتصاعدة من المصانع. بارك الله فيك، إجابة رائعة. الإجابة الصحيحة هي ألف الصيد الجائر للطيور. بعد أن تعرفنا على أسباب الاختلال في التوازن البيئي، تمعن معي طالبي العزيز في الصور التي أمامنا لنتوصل إلى كيفية المحافظة على البيئة. إلى ماذا تشير الصورة الأولى؟ إجابة رائعة، تشير إلى الحرص على نظافة البيئة والمشاركة في تنظيفها وحمايتها من التلوث. والصورة الثانية على ماذا تدل؟ بارك الله فيك، تدل على أهمية وجود القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تحمي البيئة. أما الصورة الثالثة فنرى مجموعة من الأشخاص يحرصون على زراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي للمحافظة على التوازن البيئي. إذن يمكننا القول أننا يمكننا المحافظة على البيئة من خلال أولاً الحفاظ على مكونات البيئة من التلوث، ثانياً إصدار قوانين صارمة لمعاقبة المتسبب في حدوث أضرار للبيئة، ثالثاً التوعية المستمرة بأهمية التوازن البيئي وأضرار اختلاله. افتح كتابك المدرسي صفحة 80 وفكر معي لدقيقة، كيف يمكن المحافظة على التوازن البيئي؟ بارك الله فيك، يمكننا المحافظة على التوازن البيئي من خلال أولاً الحفاظ على مكونات البيئة من التلوث، ثانياً إصدار قوانين صارمة لمعاقبة المتسبب في حدوث أضرار للبيئة، ثالثاً التوعية المستمرة بأهمية التوازن البيئي وأضرار اختلاله. ويجب علينا طالبي العزيز أن نحافظ على البيئة ولا نفسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. عزيزي الطالب، لنختبر معلوماتنا بالإجابة عن السؤال الخامس صفحة 84، كيف يمكن المحافظة على التوازن البيئي؟ بارك الله فيك، إجابة رائعة، يمكننا المحافظة على التوازن البيئي من خلال الحفاظ على مكونات البيئة من التلوث، وأيضاً إصدار قوانين صارمة لمعاقبة المتسبب في حدوث أضرار للبيئة، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأهمية التوازن البيئي وأضرار اختلاله. تعلمنا في درس اليوم النظام البيئي الجزء الثالث، أولاً مفهوم الاختلال البيئي، وهو كل حدث يؤدي إلى تغير في العلاقات القائمة بين مكونات النظام البيئي، ثانياً أسباب الاختلال في التوازن البيئي، وتتمثل في التلوث بأنواعه الماء والهواء والتربة، الصيد الجائر للطيور والحيوانات البرية، وكذلك الكوارث الطبيعية. ثالثاً، كيفية المحافظة على البيئة من خلال الحفاظ على مكونات البيئة من التلوث، وأيضاً إصدار قوانين صارمة لمعاقبة المتسبب في حدوث أضرار للبيئة، بالإضافة إلى التوعية المستمرة بأهمية التوازن البيئي وأضرار اختلاله. عزيزي الطالب، حان الوقت لتشاركنا في الغلق الختامي للدرس من خلال الإجابة على السؤال الآتي: ما المقصود
بالاختلال البيئي. بارك الله فيك، إجابة رائعة. الاختلال البيئي هو كل حدث يؤدي إلى تغير في العلاقات القائمة بين مكونات النظام البيئي. أعزائي الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة عن جميع استفساراتكم.